عشر أحلام تحذرك بأن هناك عدو يسحر لك، عشر أحلام تحذرك بأن عليك سحر أو تعطيل، عشر أحلام تحذرك من سحر في بيتك أو حياتك. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي في الله، ومع حلقة جديدة بعنوان عشر أحلام تحذرك من أعداء يفعلون لك السحر ويعطلون حياتك. أول حلم وهو رؤية الثعابين، وخاصة رؤيتها تدخل في بيتك أو تمشي على جسدك، أو رؤيتها عامة في الحلم، تدل على أعداء حولك يسحروا لك ويكيدوا لك بالسحر والحسد ويريدون إيذائك، وخاصة إذا أذاك الثعبان في الحلم أو عضك أو لدغك في الحلم، فكلها علامات تدل على أعداء يسحروا لك ويريدون إيذائك، فاحذر وحصن نفسك بالرقية الشرعية الموجودة هنا على القناة من السحر والحسد والتعطيل. ثاني حلم وهي رؤية الحيات تدخل في البيت أو تمشي على الجسد، أو رؤيتها عامة في الحلم. الحيات يا أخوة هي صورة من صور الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. فالحيات هي صورة من صور الجن، فرؤيتها في الحلم تدل على سحر أو تدل على مس، فعليك بالإسراع بالرقية الشرعية، وأن ترقي نفسك وبيتك بالرقية، وأن تجعل الرقية وسورة البقرة تقرأ في بيتك كل يوم وخاصة بالليل. وحلقات الرقية الشرعية من السحر موجودة هنا على القناة، اجعلوها تقرأ في بيوتكم. ثالث حلم وهي رؤية العقارب. رؤية العقارب عامة في الحلم، أو رؤيتها تدخل في البيت، أو رؤيتها تؤذيك في الحلم، كلها علامات تدل على إيذاء من سحر وتدل على إيذاء من مس، فعليك بالإسراع بالرقية الشرعية، وأن تستمر على برنامج علاجي بالقرآن حتى يشفيك الله عز وجل. رابع حلم وهي رؤية الحشرات الكثيرة في البيت أو على الجسد أو عامة في الحلم. الحشرات الكثيرة ترمز للحسد، وترمز للأعداء الذين يتكلمون كلام السوء، وترمز للأعداء الذين يسحروا لك، فعليك أن تحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء وبالرقية الشرعية. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحاسدين والحاقدين والأعداء. خامس حلم وهي رؤية الوزغ في الحلم. الوزغ يا أخوة يرمز للأعداء الذين يكيدون لك بالسحر والحسد والنميمة، ويعطل أرزاقكم ويؤذوكم في أماكن أعمالكم. فهذا الحلم جاءك يحذرك من عدو في مكان رزقك، فلربما جار لك أو صاحب أو قريب، فعليك بالحذر واللجوء إلى الله والدعاء أن يصرف الله عز وجل عنك هؤلاء الأعداء. سادس حلم وهي رؤية النمل الكثير يدخل البيت، أو رؤيته يمشي على الجسد أو يمشي في أماكن معينة في البيت، هو يدل على الحسد ويدل على أعداء يريدون أن يأخذوا رزقك، وأعداء يريدون أن يؤذوك في مجال عملك، فاحذر منهم. سابع حلم وهي رؤية الكلاب السوداء، أو الكلاب عامة في الحلم. الكلاب ترمز للأعداء، وخاصة الكلاب السوداء ترمز لأعداء يكيدوا لك بالسحر ويكيدوا لك بالحسد، لأن الكلب الأسود شيطان. فإذا رأيت هذه الرؤية عليك بالإسراع بالتصدق، وعليك بالإسراع بالصلاة والدعاء والابتهال إلى الله أن يصرف عنك عيون الحاسدين وأنفس الجن الخبيثين والسحر والماكرين. ثامن حلم وهي رؤية الفئران تدخل البيت، أو تمشي في البيت، أو رؤيتها عامة في الحلم. الفئران ترمز للأشخاص سيئين السمعة وسيئين النية، فلربما رجال أو شباب خبيثين، أو لربما امرأة خبيثة، هم يحبون الزنا ويدعونك للزنا والفحشاء، وأيضا يفعلون عليك السحر، وأيضا يأخذون من رزقك أو يؤذونك في مكان عملك، فعليك بأن تحذر منهم، فهم يؤذونك وأنت لا تشعر وأنت لا تشعري. تاسع حلم وهي رؤية الأسود أو النمور. الأسود والنمور تدل على أعداء شديد القوة وشديد الذكاء، وهم يسببون لك الخوف لأنهم يؤذوك بالسحر أو بالحسد أو بالمشاكل أو بالزور. فإن رأيت الأسود والنمور في الحلم، عليك باللجوء إلى الله والتضرع إلى الله أن يصرف عنك هؤلاء الأعداء الخبيثين. عاشر حلم والحلم الأخير في هذه الحلقة وهي رؤية القرد أو القرود
القرود عامة في الحلم، القرد في البيت غير محمود يرمز لشاب خبيث فاسد حولك وحول أهل بيتك وحول زوجتك، وأيضا يرمز لامرأة خبيثة فاسدة. وإن رأيتم القرد في العمل احذروا من شخص فاسد فاسق حولكم في العمل، وهم يريدون إيذائكم، وهم يريدون المساس بكم، وهم يفعلون الشر والأذى والسحر والحسد لكم، فاحذروا منهم. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في حلقة جديدة وعلامات جديدة ومعناها في الحلم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، يا من أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أسألك يا رب بعليائك وعزك وملكوتك وقدرتك وأنك قادر على كل شيء أن تهلك أعداءنا أجمعين. اللهم اجعل يا رب أعداءنا في سجيل، اللهم يا رب اجعل كيد أعدائنا في نحورهم، واشغلهم بأنفسهم عنا، واصرفهم عنا، واعمي أعينهم عنا، واخرس ألسنتهم عنا، والهي قلوبهم عنا، اللهم اشغلهم بأنفسهم عنا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وكيدهم في نحورهم، ودائرة السوء عليهم. اللهم من أراد بنا السوء اجعل سوءه على نفسه ورده خائبا مخذولا. اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وبيوتنا وأموالنا وكل ما وهبتنا وكل ما أعطيتنا. احفظنا من عيون الحاسدين وقلوب الحاقدين ومكر الماكرين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أنت ولينا وأنت حسبنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.